اهلا وسهلا بكم وبكل المتابعين الكرام، حلقه جديده، فلوج جديد. بس اليوم راح نسويه من سوق جدا مشهور هنا بالطرف الاسيوي، اسمه سوق الثلاثاء او السلط بازار. نبتدي جولتنا. طبعا نقطة دالة للبازار هو صاير مقابل المول مال اكاسيا، جدا كبير هنا بالمنطقة وجدا معروف. اي احد تسألوه راح تقدرون تجون هنا وتوصلوا له. وقبل ما نبدي الجولة بداخل البازار، لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه حتى توصلكم كل الحلقات. Yakışıyor kız sana da saçını kısa kestir, saçını kısa kısa kestir saçını, takın küpelerini, sevdalılar dillesin benim türkülerimi, benim türkülerimi, benim türkülerimi dillesin sevdalılar benim türkülerimi. عندهم هاي الأحذية اللي تكرمون التقليد، الجنط، كل شيء. هاي سحابات، أحد يريد هنا مال فرش وسوالف غرف النوم. هاي كلها هنا مثل هاي الفساتين أو أشياء. هاي أسعارها بستين ليرة، 150 ليرة حسب، تفرق الموديل. هاي تشوفون بس البصالات مالتها، الهواء يعني سمعني فطارت هدوم. ربر اللي يحطون عليها الجدر شيء الاشياء الحارة، هاي مالت القهوة الوانها كلش حلوة. اشتريت هاي بخمس ليرات، هاي على ليرة مالت القهوة. بس اعذروني اذا الصوت ما راح يطلع واضح لان انا لابسه الكمامة بمكان عام. هذا هو الطابق الاول للبازار، وهذا هو الطابق الاسفل. طبعا هنا تركيا معروفة انه ممكن يقلدون اي شيء من الماركات، فتلقون هنا موجودة حتى بالبازار كلش طبيعي يعني، واسعارها كلش رخيصة. اغراض المطبخ وهيك الشيء، كل شيء تلقون هنا، اي شيء. فردات جاهزة تجون تلقوها هنا. تشوفون هاي الاكياس حطوها وبس تحطوا الابعاد مال الشبابيك وهو سيطلع لكم تختارون الموديل. تابر ويرز موجودة هنا الأصلية يعني، أشتري من هنا والله صار لها سنين يعني، نفس الشيء مو تقليد، كلها الأصلية موجودة هنا. صوابين، منظفات، خوليات، أي شيء. ب60 الواحد من هذول. الكلينكس تقدرون تخلوها صواني، اشياء شموع، هاي شكت حلوة. هاي الصواني خشبيات، هاي ايش قد سعرها قال؟ 15 ليرة. هاي همينة كشك او محل للقزلمة، قزلمة كلش هنا معروفة ومشهورة بالعراق، يا عراق قصدي بتركيا. هاي
هاي التين هنا تشوفونه بعشرة، الفراولة بخمستعش، شنو بعد هاي فاصوليا عندهم. طبعاً اللي يسأل ويقول هل الفاكهة التركية طيبة مثل شكلها؟ إيه يعني جماعة أمريكا دائماً يسألوني يقولون هل طيبة الفاكهة هنا؟ كلش كلش طيبة الخضرة والفاكهة طيبة، ما بيها مواد كيميائية ولا يرشرشون بيها مثل الموجودة هناك عندهم. تين الشوكي حتى فواكه آسيوية عندهم. طبعاً هاي كلها هنا يعني تقليد، هذا الكروبس شوفوا لي السلال هنا. كت حلوة هاي تجنن، كلش حلوة انبوع اليد، ذكرتني بال هاي مال التمر مالتنا اللي احنا نستخدمها، والله نسيت اسمها. يعني يا تنكدا هاي بعشر ليرات. كل مال اشياء مستعمله او انتيكات، هاي كلش حبيتها تتنظف، ما يعني واحد يقدر يحطها بالبيت كديكور يعني، بس هي حصاله وتنفتح من جوا. الحار كلش كلش كلش، بس شلون منظر يشهي والله. كويس بيش ثاني سنة كذا؟ 10 ليرات. هذا اسمه هنب، هذا كلش طيب، طعمه طعم النبوب خاصة المستوية، تصير مثل هيك شيء مثل هاي شوية وتصير مستوية زايد ولينة نبوب، سبحان الله مثل السدر. هاي اللوبيا بأسود، فلفل، هاي هنا عندكم الباذنجان 6 ليرات 5. شوف الشجر او الكوسه تجنن. هاي فاصوليا تصير لونها اوف وايت من جوا وبها مثل دمرات ورديه واكل بيضه. هذا ابو الخضار يشهي والله، يعني هسه بعد فصل يا الله. فاصوليا الخضراء هنا شويه كبيره، مو مثل اللي احنا متعودين عليها بالعراق تصير رفيعه. هذا أرض الشوكي، خوش بولدوك. هاي هسه دي فرغه، يحطوه بالماي حتى لا يسود، يسوون منه فد اكله او مقبلات بالاحرى، جزر وخضار، يحطون عليه ليمون وحامض وزيت زيتون. شوك تشكر ادنا ماري الله يقاسم. فلفل هذا الاحمر مشهورين هنا الاتراك بصناعته بزراعته العفو، ويسوون منه صلصات ومعجون مثل شلون الطماطم معجون الطماطه، بس هو يسوون من الفلفل. هذا نسميه بطيخ ديناصوري، طبعا يطلع اخر الصيف شهر التاسع من يختفي ذاك المتعودين عليه. عندهم حتى طرشي مالثوم، طبعا الاتراك كل شيء يسوون طرشي، حتى الباميه، حتى الباميه يسووها طرشي. ما تتخيلون والله من مسافة اشتميت الريحة مال البهارات والعطور،
يعني كله تازه. هذا طبعا هنا الشاي اخضر، بعد القرنفل، فلفل اسود، هاي طماطم المجففه حقيقه يعني تحيرون. هاي الشيا سيد، اللي ما يعرف وما شايف الشيا سيد، هي هاي زنجبيل عندنا هنا مجفف، هذا الورد المجفف، هنا الجذور كل انواعها. جدا عندهم موضوع العطاره موجود والى حد الان، وجدا الناس تستخدم الاعشاب بالعلاج وللتداوي، يعني هذا الشيء جدا متعارف عليه، مو مثل بقيه العالم اللي ظلت تعتمد هسه بس على الادويه المصنعه كيميائيا. بس هنا لا، الموضوع جدا مختلف. تشوفون السوق هنا ما شاء الله يعني عامر بالاشياء هاي، اي شيء تريدوه من الاعشاب التداوي تلقوها هنا. هذا يبيع حتى خبز. طبعا هاي ما تلقوها يعني بغير بازارات، بس هنا هذا راح ناخذ، هذا اسمر يعني قصدي تامبو داي طحين كامل. هذا هنا عندكم الخبز اللي يصير حامض، يسموه اكشي هنا، لان يسووه بدون عمليه ان يضيفوا له خمره. هذا الخبز اللي اذا تشوفوه وراي يسووه كانوا قبل، يعني هي الطريقه التقليديه لصناعه وتخمير الخبز، يعني قبل ما كانت اكو خمره، فياخذون كميه بسيطه من العجينه اللي قبل هاي يعني مثلا الجديده، يخلوها ويحتفظون بها ويضيفوها على العجين الجديد، وبهذه الحاله حتى تختمر، بس يصير شويه طعمها بحموضه، فيسموه لهذا بالخبز الحامض او الاكشي. هذا مسويه من الذره اللي يصير مثل الكعكه. هذا الجبن اللي يصير قديم، هذا شكله مدخن، خليه يذوقنا. هسه ذوقنا هذا الجبن المدخن كلش طيب، واكو حتى هذا عندهم الاسكي القديم بس هم طلع طيب، انا عبالي شويه بريحه بس طلع لا ما بي، كلش طيب. اشترينا هذا جبن قديم ما يتلف، بحيث اخذنا منه كميه، واخذنا خبز وجبن مدخن. يجي للبازار، طبعا خليني احكي، يجي هنا بحال حتى بالاخبار حاطين هو طابع بوستر له. Efendim mikrofon pazar Kadıköy Salı pazarındayız. Dolce Gabbana selam söyle babana. I love you. هذا لحمه بعجين، هاي اسمها القزلمه، عباره عن عجين ويحشوها سبيناغ، جبن، بوتيتا، وهاي هي البوتشه. جينا هنا نشتري قزلمه، القزلمه كلش معروفه ومشهوره هنا بتركيا. راح اجاوبكم يسووها حشوه بعده حشوات، هسه حاسال البنيه من شنو مسويتها. الله كلها قاسم. Neler var acaba spanakla başka? Bak spanak var, spanak peynir var, patates var, patates kaşar var, beyaz peynir var, sade patates var, sade spanak var, mantar kaşar var. Ve hesa edhum kul şey takriben. عندهم بالبوتيته، عندهم بيها وياها جبن، عندهم سبيناك وبيها فطر، اكو لحم، كل شيء تلقون هنا موجود. ترش عليه شويه على الصاج رشه زيت زيتون وبعدين يحشوها. ها هي الحشوات هنا عارضيها كلها كليتها. ابلا لسن بيتانا سبناك لو اوصن بيدا بيتانا بطاطس. شاي بار معجبة؟ شوكي عندهم شاي همينة، فبيجي هنا ورا ما تتعبون وتخلصون مسواك تجون هنا تاكلون تشربون شاي، حتى عندهم لحمة بعجين ماكو احلى من انتي. هسه اشترينا هاي القزلمه، اخذنا وحده ام السبينا، وحده ام البوتيتا، واثنين شاي. هاي اللي اخذناه ب$3 بس، يعني هو مكان مثل ما شفتوه شعبي ويأجرون من البلديه، فاسعارها تكون عاده رخيصه ومو كلش غاليه، وتقدرون تستمتعون بها ورا ما تتعبون من البازار. خل اجربها. هاي سبينا، طبعا ممكن تحطون بها جبن او لا، يعني على حسب، بس هاي متبليها طبعا.
لو حاطين بيها جبن شلون طلعت بعد اطيب شويه فاهيه بس صحيه بس نسويها بالزيت مو زيت زيتون هسه خل اجرب هاي ام الفتيته هاي اطيب اللي مسويها بالفتيته اطيب من السبيناغ لان السبيناغ شويه طعمه يعني ما بي طعم كلش قوي فكان يحتاج له شويه ملح او حاطين كم لو جبن كان صار اطيب بس هاي مهتشم على قولتهم الاتراك كلش طيبه. خلصنا جولتنا اليوم اتمنى ان استمتعتوا بيها لا تنسوا تشتركون بالقناه وخليكم مترقبين جوله جديده. Haydi verdi ananın sözünü ananı verdi sözünü Allah'ım olsun senin.